كل الخير اخوتي، وهذه انثى ديال القلاق. مهر السمسي كاينه جناحها مكسور، لكن عطاها الله واحد الراجل، واحد الزوج قمه في الوفاء، قمه في الوفاء اخويا. تيقضي معاها 6 شهور بلاد المهجر باللي تيهاجر، تيقضي فيها 6 شهور، وباللي تيرجع عندها تيدوز معاها 6 شهور اخويا. ضرب معاها 16 عام وهي مهرسة، ما تتشاركوا لا هجرة لا حتى حاجة. وكاين حنا معانا شي نوع ديال الرجال باللي مرتو تتمرض ترفع عليها دعوة طلاق، تيسولو القاضي مالك، تقول له مريضة نعم سيدي، هادي راه ولد معاها 60 فرخ. لكن ستيفان اخويا، ستيفان الكرواتي اخويا، ركز على السيدة شنو دار. هذا هو اللي دعم هاد الأسرة ديال القلاق، ما خلاش تفرتك. حتى الأنثى ديال القلاق اعتبرته أب روحي لها، بنى لها مأوى، وفر لها الحماية، وفر لها الطعام، وهو رجل كرواتي لا يعرف الإسلام، وشاهد معي بلاد المسلمين. بالضبط أخويا المغرب، بالضبط قنيطرة، في فترة البناء والتشييد هدمت صوامع كان يعيش فوقها اللقلاق. الصغار أخي دكتهم الصومعة دكا، ومن الفاعل؟ سائق المجرفة، ومن أعطاه الأمر؟ المهندس. ومن أعطى المهندس الأمر؟ أمة من الخراب. بينما ستيفان الرجل الكرواتي الغير مسلم تعامل معها بحس إسلامي، بفطرة طيبة. ما شاء الله ما شاء الله، حظك سيء، اعتذر بالنيابة أخي اللقلاق، اعتذر كل الاعتذار. فما شاء الله ما شاء الله، أمر غاية في الغبن، غاية في الألم. يحلق اللقلاق في سماء ربه، ربما يدعو على الأمة بأكملها، ونتساءل ما سبب إخفاقنا وفشلنا. إخواني أخواتي المغاربة، هذه قنيطرة، وهاد الناس اللي ما يحترموش شي حاجة ديال الله راه ما كاينش الاحترام. علاش ما كاينش الحلول؟ يهزوا العش بكل ما فيه ويحطوه في بلاصة أخرى، هو بغيري. أتمنى لكم الخير أخوتي، والسلام والعوين.